هذه الطائرة دون طيار بها كاميرا تعطي صور بوضوح 4K بدقة عالية جداً. هذا هو ليس الشيء المميز فقط، بل ترسل ما تصوره على عمق حتى يصل إلى 1000 متر تحت الماء مباشرة إلى من يريد هذه الصور دون ضغط. أندرو هنا ليخبرنا أكثر عن الموضوع، ما هي أفضل استخدامات لها إذن؟ الطائرة بدون طيار المسمى بوكس فيش مخصصة للعمل تحت سطح الماء، وتم تطويرها لغايات التصوير التلفزيوني ولغايات البحث العلمي أيضا. وهناك ميزات رائعة جدا متعلقة بهذه الطائرة لم يكن يوجد أي شبيه لها في السابق. للطائرة القدرة على التحكم بتوازنها، ويمكننا أيضا التحكم بها من خلال 6 محاور. تصل الطائرة إلى عمق يبلغ معدله 1000 متر تحت سطح الماء. أحد الأشياء التي نريد تحقيقها عبر استخدام كابل من الألياف الضوئية هو الحصول على البث المباشر والتحكم بالطائرة في آن واحد، مما يعتبر فائق الأهمية بالنسبة لمصوري الأفلام العلمية. الكابل يكون متصلاً بمزود الخدمة في محطة التحكم، بحيث يتمكن قائد هذه الطائرة من الحصول على صور فيديو بدقة 4K غير مضغوطة. ما هو وزن هذا الجهاز، يعني المصنوع من الحديد بشكل خاص؟ نجحنا بخفض وزن هذا الجهاز ليصل إلى 28 كيلوغراما، حيث يمكن لشخص أو شخصين حمله وإطلاقه من على سطح قارب صغير الحجم. في السابق عندما كان الجهاز أكبر حجما كنا نحتاج إلى سفينة كبيرة ورافعة وطاقم مكون من 12 شخصا حتى نتمكن من إطلاق ذلك الجهاز. نعرف أن داخل المياه يوجد الكثير من التيارات المائية، ويعني حركة دائمة للمياه. كيف تحافظ هذه التقنية على توازنها لإعطاء صور بجودة عالية كما ذكرت؟ تحت سطح الماء توجد الأمواج التي تتحرك بعدة اتجاهات، وكي نحصل على لقطة ثابتة وجيدة على مستخدم الجهاز أن يركز بصره طوال الوقت على الهدف الذي يصوره. لذا أضفنا مثبتاً متعدد المحاور يرتكز على 6 محاور، وباستخدام دفاعات 8 موجودة يمكننا التحكم بدرجة الميل والانحراف ومقدار التعرج والإمالة بالإضافة إلى الدوران. حقيقة لدينا نظام سهل الاستخدام للغاية، نحركه بسهولة في أي اتجاه نريد، إلى اليمين واليسار، لأعلى وأسفل وبحركة دائرية. لكن الأهم هو أنه عندما تكون هنالك أمواج متحركة فإن الجهاز يبقى ثابتا مكانه ويحافظ على موقعه. أندرو، thank you very much and good luck. بالإضافة إلى كل المعلومات التي ذكرها لنا أندرو، ربما أبرز ما يميز هذه الآلة أنها تستطيع تبحث عن أشياء مفقودة على أعماق كبيرة داخل المياه، خاصة في مجال الكوارث، وتصل إلى أعماق من الصعب أن يصل إليها الغواصون.